السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي. النهاردة هنتكلم عن إيه؟ النهاردة هنتكلم عن أو عن درس من دروس الهندسة، وهو الزاوية. إيه هو الزاوية؟ الزاوية عشان أعرف الزاوية لازم أفتكر يعني إيه شعاع. شعاع مجموعة من النقط لها نقطة بداية وليس لها نقطة نهاية. ليه نقطة بداية؟ سنة تالتة بيبتدي من عند مين؟ بيبتدي نقطة بداية الشعاع ألف ب بيبتدي من عند ألف، ويمر بمين؟ طول ما هو ماشي بيمر بالنقطة ب، فبسميه الشعاع ألف ب. تمام، مين شاطر يقول لي الشعاع ده؟ شعاع له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية. نقطة بدايته فين؟ نقطة بدايته عند ألف، وماشي ماشي ماشي في اتجاه مين؟ ماشي في اتجاه جيم. يبقى الشعاع ألف جيم، ألف جيم نقطة بدايته ألف ويمر بالنقطة جيم. ما ينفعش يا سنة تالتة أقول الشعاع جيم ألف، لا كده ما ينفعش. الشعاع لازم لما أجي أكتبه وأقرأه أكتبه وأقرأه من نقطة بدايته. تمام، طيب أنا لو جبت يا سنة تالتة الشعاعين دول وحركتهم لحد ما أعمل منهم زاوية، إزاي؟ همسك الشعاع ده وأقوم ماسكاه وأقوم محركاه. نفس نقطة بداية الشعاع ألف ب هي نفسها نقطة بداية الشعاع ألف جيم. أنا همسك الشعاعين دول وأقوم أقرباهم من بعض وخلي نقطة البداية ألف هي نفسها نقطة البداية ألف، هقوم ضماهم على بعض. تعالى كده، تمام كده أنا عندي شعاعين، الشعاعين لهما نفس نقطة البداية. الشعاع ألف ب نقطة بدايته ألف، والشعاع ألف جيم نقطة بدايته ألف. انا هحط الشعاعين وضمهم على بعض، هيعملوا لي ايه يا سنة تالتة؟ هيعملوا لي زاوية. تمام، طيب الفتحة اللي طلعت ما بين الشعاعين دول تسمى زاوية. ايه هي الزاوية؟ الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. تمام، طب الزاوية دي اكيد ليها اسم، اسم الزاوية اقدر اسميها، اقدر انادي عليها، او طبعا اسميها ازاي؟ قال لي دي كده يا سنة تالتة علامة الزاوية، اسميها ازاي؟ هقول له اسم الزاوية. اسم الزاوية ايه بقى؟ هقرأ من عند الشعاع الاول جيم وهعدي على الف ومر ب، يبقى الزاوية اسمها جيم الف ب، او ايه؟ او زاوية. اقرأ من الشعاع التاني، الشعاع الاحمر ده، ب الف جيم ب ألف ب ألف جيم، أو أقرأ من رأس الزاوية نفسها. رأس الزاوية نفسها فين؟ رأس الزاوية اللي هي نقطة البداية بتاعت الشعاعين، نفس نقطة البداية، نقطة ألف دي رأس الإيه؟ الزاوية. أو أقول الزاوية اسمها زاوية ألف. شطار، رأس الزاوية مين؟ نقطة بداية الشعاعين اللي هي ألف. طب الزاوية كانت مكونة من إيه؟ من شعاعين. شعاعين دول انا بسمي الشعاعين دول ضلع الزاوية، ضلع الزاوية اللي عملوا لي الزاوية سنة تالتة. طب الضلع الاولاني، الشعاع الاولاني الف جيم، طب والشعاع التاني الف ب، وبنطق من رأس الشعاع، شعاع لازم يتقري من نقطة بدايته، يبقى الشعاع الاول شعاع ايه؟ شعاع ايه؟ الف جيم، والشعاع التاني شعاع الف ب. العلامة اللي فوق الف جيم الشرطة دي فاكرين شكلها؟ ده شكل الشعاع يا سنة تالتة. شاطرين، تمام. طيب الزاوية دي بتتقاس، ينفع اقيسها؟ اه طبعا ينفع اقيسها. المنقلة، انا هستخدم مين؟ هستخدم المنقلة. شكلها ايه المنقلة؟ المنقلة اهي، تمام. عبارة عن ايه؟ عبارة عن تدريج ارقام، بعد من اول الصفر 10 20 30 لحد ما اوصل للمية وتمانين. الارقام دي مكتوبة مرتين، مرة من جهة اليمين ومرة من جهة اليسار، دي كده اسمها ايه؟ اسمها المنقلة. ما بين كل تدريج والتاني رقم والتاني ما بين الصفر والعشرة، المنقلة مقسمة 10 اجزاء،
ما بين كل رقم والتاني 10 أجزاء، فبالتالي بعد 0 10 20 30 40 50 وهكذا. المنقلة، ايه هي المنقلة؟ المنقلة تستخدم لقياس مين؟ لقياس الزاوية. وهنتعلم ازاي نقيسها يا سنة تالتة. تمام. طيب انا بعد ما اقيسها لازم يكون ليها وحدة قياس. وحدة قياس الزاوية او اي زاوية هي مين؟ الدرجة. وحدة قياس الزاوية هي الدرجة. شاطرين. تمام يا سنة تالتة. طيب انواع الزوايا، انواع الزوايا في زوايا حادة وفي زوايا قائمة وفي زوايا منفرجة. اول زاوية موجودة عندي هي زاوية حادة. الزاوية الحادة دي اكبر من مين؟ اكبر من الصفر واقل من 90، ما بتوصلش للتسعين درجة. شكلها بيبقى عامل زي دي كده يا سنة تالتة. الزاوية اللي قدامك دي زاوية حادة، زاوية ب الف جيم. تمام. فكروني كده، كانت زاوية حادة بس ولا كانت زاوية ايه؟ قائمة. زاوية قائمة. الزاوية القائمة هي زاوية قياسها كم درجة؟ قال الزاوية القائمة قياسها 90 درجة. ازاي يعني؟ تيجي الأرنوب ده هيجيب لنا المنقلة، تيجي نقيسها كده، نقيسها. انا هحط العلامة كده عند الصفر واخلي الصفر فوق الخط وعد، اعد من الصفر، الصفر اللي عند الشعاع الاول من تحت، وامشي اشوف الفتحة بتاعتي 0 10 20 30. الشعاع التاني واقف عند رقم كام؟ واقف عند رقم 90. يبقى كده الزاوية جيم ألف ب زاوية بتساوي كام درجة؟ 90 درجة. شاطرين. يبقى الزاوية دي زاوية ايه؟ قائمة. تمام. عندي زاوية تانية، زاوية تانية اسمها زاوية ايه؟ زاوية منفرجة. زاوية ايه؟ منفرجة. شكلها بيبقى عامل كده. طب انا قلت عليها منفرجة ليه؟ لو خدتوا بالكم هتلاقوها اكبر بكتير من الزاوية القائمة. طب الزاوية المنفرجة دي اكبر من مين؟ اكبر من القائمة اللي هي 90 درجة، بس ما وصلتش للمية وتمانين. طب تيجي نشوف كده اكبر من 90 فعلا. تعال نشوف. هحط مركز المنقلة، مركز ده كده مركز المنقلة. هحط مركز المنقلة عند رأس الزاوية. فاكرين رأس الزاوية؟ رأس الزاوية ألف. شطار. تمام. طب أنا لازم أظبط المنقلة بتاعتي، لازم الصفر بتاعي يكون محطوط بالظبط على الشعاع الأول. تمام. مركز المنقلة عند رأس الزاوية، والصفر خط الصفر في المنقلة لازم يكون محطوط عند الشعاع الأول، وعد من الشعاع الأول لحد ما أوصل للشعاع التاني. طب تعالى كده نشوف هي وصلت لحد كام. تعالى كده انزل تحت كده واظبطها تاني. تيجي اهي مركز المنقلة، واحط الصفر خط الصفر عند الشعاع الاول، واشوف وصلت كام. وصلت كام؟ وصلت كام؟ كام دي؟ اكبر من مين يا سنة تالتة؟ اكبر من مين؟ معديه 90. معديه 90، يعني دي تقريبا بعد ال 110. هنعد بعد ال 110، هنعد من الخطوط الصغيره دي 111 112 113 114 115 درجه، يعني اكبر من ال 90. في الحاله دي كده انا بسميها ايه؟ بسميها زاويه منفرجه. طبعا هو جاب لنا منقله ثانيه، بس احنا خلاص احنا قسناها وعرفنا ان احنا ان الزاوية المنفرجة اكبر من مين؟ اكبر من 90، واقل من مين؟ من 180. شاطرين يا سنة تالتة. شاطرين. شكرا ليكم يا سنة تالتة، ويا رب نكون فهمنا درس الزاوية.